أنا النهاردة يا شيخ كنت عايز أسأل حضرتك عن حديث في صحيح مسلم، اتفضل. أن لكل مسلم يوم القيامة جزاءه من النصراني أو اليهودي، هل هذا الحديث صحيح؟ صحيح. وإن كان صحيح فما وجه التعارض بينه وبين قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ لا، ولا تزر وازرة وزر أخرى معناها آخر، لا تحمل نفس حمل نفس أخرى، ما في تعارض. تفسير الحديث شيخنا، تفسير الحديث كل مسلم له مقعدان، كل شخص مقعد في الجنة ومقعد في النار. إذا دخل الكافر النار ورث المسلم مقعده الذي في الجنة، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وإذا دخل المسلم الجنة ورث الكافر مقعده من النار. إذا الحديث صحيح صحيح. ماشي. السلام عليكم.